المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تضم بلورة خريطة طريق لرسم هوية موحدة للقطاع أخذا بعين الاعتبار لمختلف مكوناته. هذا ما أكدت عليه وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان في ندوة صحفية اليوم الاثنين بالرباط خصصت لتسليط الضوء على هذه المناظرة التي تنظم يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بسخيرات تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أي مرجعية للتنمية والتنسيق. المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الهدف ديالها هي توضيح معالم هذا القطاع والمرجعيات ديالو من خلال نقاش حول التجربة المغربية، الوضع الحالي والآفاق، والتجربة الجهوية المتوسطة والإفريقية، والتجربة الدولية. إلى ذلك يأتي تنظيم المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف تعزيز النمو الذي يعرفه القطاع منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو التطور الذي تعزز مؤخرا بإعطاء الانطلاق لدراسة إعداد القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أكتوبر الماضي بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، وذلك على هامش فعاليات المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.